وخلينا ننتقل لسوريا ولا تراثها الجميل طبعا. خلينا نتذكر مع بعض يمكن واحد من المعالم المهمة في سوريا وهي الطواحين، وطبعا لأن الحاجة أم الاختراع، صنع الإنسان منذ القديم من الحجر والخشب والمعدن ومن كل ما احتضنته الطبيعة أدوات كانت في السابق وعلى الرغم من بساطتها تلبي الغرض وتفي بالحاجة، ومع تطور الحياة غاب الكثير منها وبقي القليل والذي أصبح يحفظ كهوية تراثية وعلى الأخص في أريافنا. الطاحونة المنزلية إحدى هذه الأدوات التي لازمت حياة الآباء، فكانت الوسيلة الأهم والواجبة الاقتناء لطحن الحبوب. نتعرف على حكاية طاحونة بلدة أنخل في سوريا وارتباطها بأهالي البلدة في التقرير التالي. إن الحاجة أم الاختراع، صنع الإنسان من كل ما احتضنته الطبيعة أدوات تلبي الغرض وتفي بالحاجة في حياته اليومية. طبعاً التراث القديم غير عن التراث الجديد، أصلاً طالع شيء جديد ما حبيناه الشر. ومع تطور الحياة غاب الكثير منها وبقي القليل الذي ظل صامداً كهوية تراثية خصوصاً في الأرياف. طبعا بالنسبة لهذه المطحنة كان لها ذكرى في حياتنا لأنها تمسكنا بها لأنها تمثل لنا التاريخ وحضارة وآثار قديمة في هذه المدينة. في قرية أنخل الواقعة في سوريا اشتهرت الطاحونة أو الروحة الحجرية المنزلية، إحدى هذه الأدوات التي لازمت حياة الآباء ووجب اقتناؤها كونها الوسيلة الأنجع لطحن الحبوب آنذاك. طاحونة اللي بنخل طحينها مثل الليرة، برغلها بطلع خالص جاهز، الفريش بتطلع خالصة جاهزة. صارت أكثر الناس استردهونا الدور الصبحيات لمن العشاء، لعقب العشاء لبين توقف. مطحنة على بعد على التراث القديم على ديزل، محرك ديزل. قبل بقت بيها موسم بيها طحين، تظل الطحنة يعني تجيب طحنتك تظل يومين لا يلحقك الدور، باب الدار هون بابها تبقى علي الحيط. حكاية هذه الطاحونة وارتباطها بأهالي البلد وعمرها الذي تجاوز 150 عاما لن تنتهي وستبقى صامدة في وجه الريح.